اتكلمنا على كولوم او طبقنا في المسائل بتاعت كولوم ازاي نحل مسائل اللي عبارة عن تكاملات او لو كان عندي اي شكل من الاشكال المحفوظة انفاينايت لاين او اذا كان انفاينايت شيت او لو كان عندي كذا شكل ازاي بحسب الالكتريك فيلد التوتال عند نقطة في الفري سبيس. كل ده احنا قلناه المرة اللي فاتت. النهاردة هنتكلم في حاجة جديدة عن كولوم انا شايفها اسهل من كولوم بكتير، لان كولوم هو ده القانون البيزك اللي احنا شغالين بيه، بس في حاجات تانية ناس تانية اخترعوها بعد كده او نقدر نقول اكتشفوا القوانين بتاعتها بنقدر نحسب بيها الالكتريك فيلد بطرق اسهل بكتير، منهم جاوس اللي هناخده النهاردة. طيب قبل ما نبدأ في جاوس خلينا كده نعرف كوانتيتي جديدة، كمية جديدة عندنا اسمها الالكتريك فلاكس دينستي اللي هي كثافة الفيض الكهربي. دلوقتي لما اجي اقول لك ان الترابيزة ديت مساحتها 10 متر مربع مثلا يعني، وخارج منها total number of electric flux lines بألف، خارج منها 1000 لاين من المجال الكهربي. طبعا دي خطوط وهمية زيها زي المجال المغناطيسي كده برضو، ما هو خطوط وهمية يعني. المهم خارج 1000 خط والترابيزة دي مساحتها 10 متر مربع، يبقى المتر مربع الواحد فيه كم خط؟ قلت لي هيبقى 1000 على 10 يديني 100 لاين بير متر سكوير، صح كده؟ قلت لي تمام. الرقم اللي انا قلته لك ده هو الدي، هو عبارة عن الالكتريك فلاكس دينستي، كثافة الفيض الكهربي. تقول لي تمام ماشي. دلوقتي بقى لما اجي اعكس لك الدنيا، ركز معايا، لما اجي اعكس لك الدنيا واقول لك ان الترابيزه دي مساحتها 10 وال دي بتاعها، الدي بتاعها عباره عن 10، يبقى التوتال نمبر اوف فلكس لاينز بكام؟ 10 في 10 صح؟ غلط. ايه ده ليه؟ تقول لي لان الاثنين اللي انت بتتكلم عليهم دول الدي والاريا، الاثنين دول فيكتور ولا سكيلر؟ فيكتور. فحضرتك ما ينفعش تضربهم ضرب جبري عادي كده اللي هو الاولاني في الثاني الا لو كان الدي اللي هو الفيض الكهربي بتاعك اللي هو الالكتريك فلكس دينستي ده كان عمودي على الترابيزه. طب افرض كان اتجاهه بالمنظر ده، الترابيزه طبعا هي البلين الافقي بتاعنا دوت، وكان الدي في الاتجاه ده، تقول لي احنا نقدر نحلله الاثنين كومبوننت صح؟ واحد نورمال وواحد موازي. انت يهمك مين الموازي ولا العمودي؟ العمودي. يبقى انت لما تيجي تقول لي الدي بكذا والاريا بكذا ما ينفعش تقول لي الدي في الاريا هو عباره عن التوتال نمبر اوف فلكس لاينز، الكلام ده غلط تماما، لان الكميتين دول كميتين فيكتور وما ينفعش في الفيكتور اضرب ضرب عادي الا لو كان الدي اللي انا شغال عليه ده في نفس اتجاه العمودي على الاريا اللي هو اتجاه الاريا. علشان كده لو جيت تحسب التوتال نمبر اوف فلكس لاينز اللي هو الابساي ده، النمبر اوف فلكس لاينز، قال لك والله هيبقى عباره عن دي دوت برودكت مع الاس. ليه دوت برودكت ما عملناش كروس برودكت؟ لان لو كان الدي في الاتجاه ده يبقى العمودي على الاريا فين؟ لفوق. والدوت برودكت بيبقى عباره عن ماجنتيود الاول في ماجنتيود الثاني في ايه؟ في كوزاين الزاويه اللي ما بينهم. يبقى انت هتجيب الكومبوننت بتاعت الدي اللي في نفس اتجاه الاريا، وده اللي احنا عاوزينه. علشان كده هنستخدم هنا الدوت برودكت. بس حضرتك ما ينفعش تستخدم القانون ده الا لو كان الدي ده ايه؟ يونيفورم، يعني الواحد متر مربع اللي هنا في دي قد الواحد متر مربع اللي جنبها وهكذا. في الحاله دي من حقك تستخدم ده ان كيس ان انت شغال يونيفورم. طب افرض انا ما كنت شغال يونيفورم، قال لك خلاص يبقى التوتال نمبر اوف فلكس لاينز حضرتك هتكامل على السيرفيس بتاع الترابيزه دي دوت الدي اس. فيها مشكله دي؟ قلت لي تمام وكلام مقنع ومحدش يقدر يكلمك فيه. طيب جاوس بقى قال ايه؟ جاوس قال لك لو انت عندك شحنه ليها اي شكل وقيمتها كيو، اي شحنه يا جماعه بتخرج نمبر اوف فلكس لاينز، بتخرج
الكتريك فلكس. قلت لي والله هيبقى في الاتجاه ده كده. ده كده عباره عن الدايركشنز بتاعه الالكتريك فلكس. قلت لي جميل. الراجل جه قال لك ايه بقى؟ قال لك لو انا جيت وعملت سطح وهمي هنسميه جاوس سيرفيس، بحيث ان السطح الوهمي ده اي شكل كده يبقى كلوزد، يبقى سطح مغلق، والسطح المغلق ده يحتوي كل التشارج كيو، فاللي انا رسمه بالاسود ده احنا هنسميه جاوس سيرفيس. جاوس سيرفيس ده كلوزد سيرفيس، سطح مقفول بيحتوي كل التشارج كيو ديت. طيب يا عم انت عاوز تقول ايه؟ قال لك ان عدد الفلكس لاينز اللي بيخرج من الشحنه كيو هو انديكيشن لقيمه التشارج كيو. كل ما قيمه الشحنه كيو دي هتكبر كل ما النمبر اوف فلكس لاينز هيزيد. الكلام ده لوجيك؟ اه لوجيك. وكل ما قيمه الكيو هتقل كل ما النمبر اوف فلكس لاينز هيقل. قال لك طيب لو قدرت انا على السطح بتاع جاوس اللي انا رسمه الكلوز سيرفيس ده اقعد اعد عدد الخطوط بتاعه المجال الكهربي، طبعا الخطوط دي هتروح تقطع السطح عند شويه نقط هنا وهنا 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 وهكذا. لو قدرت هنا لاين، هنا الثاني، هنا الثالث، هنا الرابع، الخامس، التاسع، العشرين، الالف وعشرين، الالف ومتين وهكذا، اقعد اعد النمبر اوف فلكس لاينز على سطح جاوس اللي انا رسمه المقفول ده. وطبعا السطح مقفول علشان كل الفلكس اللي خارج من الكيو يقطع السطح ده، صح كده؟ قلت لي تمام. انا لو قدرت بقى اعد كل الخطوط دي حضرتك كده قدرت تحسب التشارج كيو، لان الاثنين تقريبا هم حاجه واحده. علشان كده في الاخر جه قايل لك ان انتجريشن دي دوت الدي اس على كلوزد سيرفيس اللي هو السطح بتاع جاوس بيساوي سيجما الكيو انكلوزد. هو ده القانون بتاع جاوس اللي احنا هنشتغل بيه. لو انا جيت خدت سطح جاوس وكان بيحتوي عدد يا عم كتير جدا من الشحنات ليهم سيجما كيو انكلوزد، اقعد اجمع الشحنه الاولانيه والثانيه والثالثه، قيمتهم هي عباره عن تجميعه كل الفلكس لاينز اللي بتقطع سطح جاوس، وهو ده القانون اللي احنا هنشتغل بيه. لحد كده قلت لي الدنيا تمام مفيش فيها مشكله. سطح نعم رو، الرو دي ما انت هتعرف بعد كده ان دي هي الرو اس. هناخدها قدام شويه، هناخدها ان شاء الله في الكوندكتور والدايلكتريك الجزء اللي بعد كده. الدي هي الرو اس. طيب انا نسيتني كنت عاوز اقول ايه. سطح جاوس بقى يا جماعه، سطح جاوس ايه الاشكال اللي ممكن يتواجد عليها؟ هو في الاخر سطح مغلق لازم يحتوي كل التشارج كيو اللي حضرتك عاوز تشتغل عليها. سطح جاوس ممكن يبقى سفير، ممكن يبقى سلندر، ممكن يبقى كيوب. كيوب في الاغلب مش بنستخدمه قوي، ممكن ما تلاقيش ليه استخدامات عندنا، ممكن ما نستخدموش خالص لحد اخر الترم. في الاغلب احنا بنستخدم بنسبه كبيره جدا السلندر والسفير. فامتى نستخدم سفير؟ امتى نستخدم سطح جاوس يبقى كوره؟ وامتى نستخدم سطح جاوس يبقى سلندر؟ تعال نشوف. رقم واحد تعال نشوف لو هنستخدمه سفير هيبقى امتى. تستخدم سطح جاوس سفير لو حضرتك هتتعامل مع بوينت تشارج، او هتتعامل مع سفير مصمطه سوليد سفير، او هتتعامل مع سفيريكال شيل. يعني لو كان عندك اي شكل من الاشكال دي، لو عندي بوينت تشارج، لو كان عندي سفير والسفير دي كانت مصمطه، او يجيني في المساله ويقول لي ان انت عندك سفيريكال شيل، يعني عندي سفير بس موجوده من راديوس A لحد راديوس B بس. ليه في الاشكال دي لازم سطح جاوس يبقى سفير؟ علشان اتجاه الدي دايما بنبقى عاوزين ناخده في نفس اتجاه الدي اس. قلت لي ليه دايما اتجاه الدي يبقى في نفس اتجاه الدي اس؟ علشان ده دوت برودكت، لما يكون الاثنين في اتجاه واحد يبقى الزاويه بينهم صفر، يبقى كوزاين صفر بواحد. ما نشغلش نفسنا بقى السيتا بكام والحوارات دي، لا ما بنعملش ده. يبقى انت دلوقتي عارفين احنا ان البوينت تشارج
الالكتريك فيلد اللي خارج منها في اتجاه الراديوس صح. انا لو جيت وخدت سطح جاوس حوالين البوينت تشارج ديت بالمنظر ده، اكيد النورمال على سطح جاوس اللي هو الاس هو نفس مين؟ هو نفس الالكتريك فيلد دايركشن. نفس الكلام بالنسبه للسفيرز، لو خد سطح جاوس هنا كده مثلا، النورمال على سطح جاوس اللي هو اتجاه الاس هو اتجاه برضو الالكتريك فيلد اللي خارج من السفير وهكذا. يبقى احنا دلوقتي اي شكل عباره عن سفير لازم سطح جاوس يبقى سفير، علشان الدي يبقى في نفس اتجاه الدي اس، علشان ما يبقاش في زاويه ما بينهم يبقى كوزاين صفر بواحد. طيب امتى نستخدم سلندر؟ سطح جاوس يبقى سلندر لو حضرتك هتتعامل مع حاجه من الحاجات دي، يا اما حضرتك هتتعامل مع رود انفاينايت مثلا، او سلندر. لو جه قال لك انا عندي تشارج موجود على سلندر والسلندر دي كانت مصمطه، او حضرتك شغال على سلندريكال شيل. يعني موجوده بس ما بين راديوس A و B. لو انت شغال على انفاينايت رود او اي رود ايا كان، طبعا كلنا عارفين ان الالكتريك فيلد بيخرج في الدايركشن دوت، فانا لازم لما اجي اختار سطح جاوس الكلوزد المغلق ده لازم يكون اتجاه الالكتريك فيلد ده هو اتجاه النورمال على الاريا. يعني انا لازم اختاره سلندر. ليه؟ علشان المساحه السطحيه بتاعت السلندر ديت العمودي عليها في الاتجاه ده وهو نفس اتجاه الالكتريك فيلد اللي خارج من الرد. نفس الكلام بالنسبه لاي سلندريكال كونفيجريشن، اذا كانت مصمطه او اذا كانت مفرغه من جوه، نفس الكلام. حضرتك لو هتاخد سطح جاوس لازم يكون سلندر، وهنا برضو لازم يكون سلندر. تمام؟ قلت لي تمام. طيب حضرتك لما هتيجي تحل في المساله، الناحيه الشمال دي ليها فك عندنا من الاثنين، يا اما انك شغال بسطح جاوس سفير زي ما اتفقت معاك، او انك شغال بسطح جاوس سلندر. ان كيس ان انت شغال بسطح جاوس سفير، بطلوا زن يا جماعه، بطلوا زن. الناحيه الشمال الليفت هاند سايد بتاعنا ده بيبقى عباره عن دي في 4 باي ار سكوير. ايه ده؟ ده انا طيرت التكامل والدي طلع بره التكامل كمان. خلينا نتفق ان سطح جاوس اللي انت واخده ده الدي عند اي نقطه عليه كونستنت، يعني الدي عند النقطه دي هي عند النقطه ديت هي عند النقطه ديت. عشان كده نقدر نخرجه بره التكامل، فحضرتك هتكامل على الدي اس، يعني هتجيب المساحه السطحيه بتاعت الكوره اللي هي 4 باي ار سكوير. ان كيس ان انت شغال بسلندر، الليفت هاند سايد بتاعنا ده هيبقى عباره عن دي في 2 باي ار ال. طبعا كلنا عارفين ان المساحه السطحيه بتاعه الاسطوانه هي محيط القاعده في الارتفاع، يعني 2 باي ار، والال ده طبعا هو اللينس بتاع الاسطوانه اللي انت واخدها. حد عنده مشكله؟ قلت لي مفيش. بالنسبه بقى للرايت هاند سايد بتاعنا، الرايت هاند سايد ده هو عباره عن سيجما الكيو انكلوزد، صح كده؟ حضرتك تجمع بقى كل الشحنات اللي موجوده جوه سطح جاوس، يا اما انها تبقى عباره عن بوينت تشارج، او ممكن تبقى لاين، ففي الحاله دي هيبقى رو ال في ال، او ممكن هتكامل رو ال دي ال لو كانت الرو ال مش كونستنت، او لو انت شغال على سيرفيس يبقى رو اس في الاس، او انتجريشن رو اس دي اس لو ما كانتش رو اس كونستنت، او لو انت شغال على الفوليوم هتبقى رو في في الفوليوم، او لو انت شغال نون يونيفورم ديستريبيوشن يبقى هتكامل رو في دي في. يبقى انت تشوف انت اللي جوه سطح جاوس ده ايه، وتحاول تجمع كل التشارجز اللي موجوده جواه علشان نشوف هو الراجل طالب مننا ايه في المساله ونحاول نحسبه.
تعال بقى نبدا نحل كده جاوز كشرح خلاص مفيش فيه كلام تاني. تعال نبدا نشوف المسائل بنتعامل معاها ازاي. جاوس مهم جدا لانه مبني عليه اللي جاي اللي هو البوتنشال والورك دان والانرجي اللي بعد كده مبني على جاوس. يعني انت ممكن مساله واحده يبقى فيها جاوس وبوتنشال اللي هو هنقوله المره الجايه ان شاء الله يعني. فده مهم جدا وسهل على فكره مش صعب خالص، اسهل من كولوم بكتير. فتعال نشوف هنحل ازاي عليه. جاوس نزله لك يا عم. يا سلام تطومر يعني نجيبه لك. نعم مفيش تغيير بس هنزله لكم تاني. ركز معايا المساله الثانيه في الشيت بس مديك الاكسبريشن بتاع الالكتريك فلكس دينستي الدي عباره عن 3 كومبوننتس، واحده في اتجاه الاي اكس والثانيه في اتجاه الاي واي والثالثه في اتجاه الاي زد. بيقول لك ان انا عندي حجم الراجل حدده عن طريق علبه كبريت او متوازي مستطيلات واداك الدايمنشنز بتاعته، وقال لك ان هو موجود من اكس بتساوي 0 لحد اكس بتساوي 2، ومن واي بتساوي 0 لحد واي بتساوي 3، ومن زد بتساوي 0 لحد زد بتساوي 5. هو حجم الراجل حدده بالدايمنشنز ديت. قال لك انا عاوزك تحسب لي كميه الكيو اللي موجوده جوه الحجم اللي انا حددته لك ده بكام. عاوز يعرف الكيو اللي جوه الحجم ده بكام. طيب مبدئيا المساحه او الحجم اللي الراجل مدهاني ديت، المساحه اللي هي بتاعه المكعب او متوازي المستطيلات ده، المساحه دي مساحه كلوز صح؟ اقدر اطبق عليها القانون بتاع جاوس ولا ما اقدرش؟ بما انها مساحه مقفوله يبقى انا اقدر اطبق عليها القانون بتاع جاوس اللي هو كان بيقول لي انتجريشن دي دوت الدي اس يساوي سيجما الكيو انكلوز. طيب مبدئيا احنا عاوزين نحسب الرايت هاند سايد، يبقى كل شغلنا هيبقى على الليفت هاند سايد لان هو ده اللي معانا اصلا. تقول لي الدي هيتضرب دلوقتي دوت برودكت مع الدي اس صح؟ الدي اس في الكارتيزيان كان ليها 3 كومبوننتس. انا لما اجي هنا هعمل دوت برودكت كل واحده هتبقى مع اللي شبهها صح؟ يعني هاخد الكومبوننت بتاعت الدي اللي في اتجاه الاي اس في اتجاه الاي اكس هضربها في الكومبوننت بتاعت الدي اس اللي في اتجاه الاي اكس وهكذا في الثانيه والثالثه كمان. بس خلي بالك من حاجه بقى، خلي بالك من حاجه. انا عندي هنا كام اريا؟ ركز معايا. عندي هنا كام اريا في اتجاه الاي اكس؟ 2. اول واحد هو السيرفس اللي عندي هنا ده في اتجاه الاي اكس بالمنظر ده، لكن السيرفس اللي عند اكس بتساوي صفر ده في اتجاه مين؟ في اتجاه سالب الاي اكس. ايه ده ليه العمودي ما يبقاش كده الناحيه الثانيه؟ العمودي على الاريا خلاص، العمودي على الاريا بيبقى خارج منها مبقاش داخل في الاريا، فعلشان كده السيرفس ده العمودي عليه خارج لبره، ونفس الكلام السطح اللي عند اكس بتساوي صفر بيبقى خارج لبره. طيب بالنسبه للسيرفس اللي هنا ده اللي هو عند اكس بتساوي 2 اتجاه الدي هو اتجاه الدي اس ولا لا؟ هو يبقى الدوت برودكت ما بينهم هيبقى فيه كوزاين صفر بواحد. طيب بص على دي كده، الاريا دي في اتجاه سالب الاي اكس بس الراجل ده في اتجاه الاي اكس، فالزاويه بينهم كام؟
180 كوزين 180 بسالب 1. معنى كده ان كل كومبوننت في الدي هتتفك على مرتين، مره هتبقى مع السيرفس ده موجبه، ومره هتبقى مع السيرفس اللي هناك ده وهتبقى سالبه. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني دبل انتجريشن 4 اكس واي، الدي اس في اتجاه الاي اكس هتبقى دي واي دي زد، زائد دبل انتجريشن ل 4 اكس واي دي واي دي زد. تمام، نشوف بقى احنا هنشتغل على اني سيرفس. لو اشتغلنا على السيرفس اللي عند اكس بتساوي 2 يبقى الدنيا موجب، صح؟ قلت لي تمام. يبقى حضرتك هتشيل الاكس اللي هنا دي كده وتحط مكانها 2، وهكامل بقى الواي والزد من 0 لحد 3 الواي، والزد من 0 لحد 5. طب بالنسبه للتاني، التاني ده بتاع الفيس او السطح اللي عند اكس بتساوي 0، ده الاتجاه بتاعه في سالب الاي اكس، وده طبعا في الموجب، فالفرق ما بينهم 180 درجه كوزين 180 بسالب 1. فعشان كده التكامل ده لازم يكون سالب، ونعوض عن اكس بكام؟ بصفر. طبعا صفر لثلاثة من صفر لخمسة. يبقى انا دلوقتي الكومبوننت بتاعت الدي في اتجاه الاكس اتفكت لاثنين كومبوننتس، واحدة موجبة واحدة سالبة، علشان عندك وجهين، واحد العمودي بتاعه في نفس اتجاه الدي تاخد موجب، الثاني العمودي بتاعه في فرق 180 درجة بينه وبين اتجاه الدي فاتاخد سالب. ده عوضنا عن الاكس بتاعته باتنين لان انا شغال عند الفيس اللي هنا. التاني عوضنا عن اكس بصفر لان انا شغال على الفيس اللي في الواي زد. نفس الكلام هيتعمل مع ده، هيتفك مرتين، مره على عند واي بتساوي 3 ده في اتجاه الاي واي، ومره عند واي بتساوي صفر اللي هو الراجل ده اللي هو في سالب اي واي. فتعالى نفك كده، يبقى زائد 2 اكس سكوير زائد زد سكوير دي اكس دي زد، زائد تكامل 2 اكس سكوير بلس زد سكوير دي اكس دي زد. بالنسبه للتكاملات بتاعه الاكس والزد، الاكس من 0 ل 2 والراجل ده من 0 ل 5. بالنسبه للتعويض، ثواني بس، ثواني باخدها واحده واحده. بالنسبه للتعويض، الراجل ده لو اتاخد موجب يبقى اي واي فيه عوض عنها بكام؟ عوض عنها التلاتة، صح؟ لان انا هبقى شغال على الوجه اللي هنا ده، يبقى الراجل ده لو خدته موجب يبقى اي واي عوض عنها التلاتة، بس طبعا هنا مفيش وايات فانا مش هعوض عن الواي بحاجه، مفيش واي اصلا. التكامل الثاني ده لازم يتاخد سالب، لاني هشتغل على الفيس اللي عند واي بيساوي صفر، في اشاره ما بين الدي اس وما بين الدي، فعلشان كده الراجل ده هيبقى سالب، ولو في اي واي هنا هعوض انا بكام؟ بزيرو، بس طبعا مفيش فانا مش هعوض. طيب اخر واحد خالص، الراجل ده نفس الكلام، هشتغل مره على السطح اللي تحت ومره على السطح اللي فوق. السطح ده في اتجاه سالب الاي زد، والراجل ده في اتجاه الاي زد. فانا هفكه مرتين برضو، مره موجب ومره سالب، يبقى زائد 4 واي زد دي اكس دي واي ناقص تكامل 4 واي زد دي اكس دي واي. انا عملتها سالب على طول، يبقى انت لازم تعوض هنا عن الزد بكام؟ زد بزيرو، لانك شغال كده على الوجه اللي تحت، يبقى هنا الزد بصفر، وطبعا لو هتكامل يبقى من صفر لاثنين من صفر لثلاثه. هنا الزد بكام؟ خمسه، يبقى صفر لاثنين ومن صفر لثلاثه. ركز معايا بس، بس واضح ان التكامل ده راح، واضح كمان ان الراجل ده راح، واضح كمان ان الاثنين دول هيطيروا بعض، صح؟ التكاملين دول زي بعض بالظبط. حضرتك هتكامل ده من صفر لاثنين من صفر لخمسه الدنيا موجب، هتكامل ده من صفر لاثنين من صفر لخمسه والدنيا سالب، فالاثنين دول هيطيروا بعض. اتبقى معانا بس التكامل ده والتكامل ده. يبقى اذا في الاخر خالص سيجما الكيو انكلوزد هتساوي التكامل بتاعنا ده، هيبقى 8 واي دي واي دي زد
بلاش زن يا جماعة، بلاش زن. زائد تكامل 20 واي دي اكس دي واي. تقدر تكامل اعتقد بمنتهى السهولة وتجيب قيمة التشارج اللي موجودة جوه الكيوب او متوازن المستطيلات ده، تطلع نعم ال اكس من صفر لاتنين. ليه معكوسة؟ ليه مظبوطة؟ لا هنا اللي معكوسة. ده كده تطبيق بسيط على جاوس. تعال بقى نشوف بقية المسائل او بقية الافكار اللي ممكن تقابلها في الشيت او ممكن تيجي في الميد تيرم او فاينل عادي جدا يعني. طيب ركز معايا كده. المسألة اللي بعد كده بيقول لك انا معايا سفير، خلاص يا جماعة خلاص، معايا سفير او معايا حجم على شكل سفير، والروفي بتاعت الكورة ديت اللي هي الريديوس بتاعها من صفر لحد واحد هو الاكسبريشن ده، هي عبارة عن 2 في تو ذا باور نيجاتيف الفا ار نانو كولوم بير متر كيوب، وقال لك ان الروفي بتساوي صفر ال سوير. يعني الكرة بتاعتك عبارة عن كرة مصمتة ليها رو في والراديوس بتاعها 1 ملي، غير كده مفيش أي تشارج خالص، الرو في بصفر. عاوزك تحسب لي حاجتين، عاوزين نحسب الكيو بتاعت الكرة ديت شحنتها بكام، وعاوزين كمان نحسب الدي مرة عند ار بيساوي 1 ملي ومرة عند ار بيساوي 4 ملي. طيب عشان نحسب الكيو أنا قلت لك أعتقد في الحتة دي كده كيو انت عندك يا اما رو ال في ال او هتكامل، او رو اس في الاس او هتكامل، او رو في في الفوليوم او هتكامل برضه. طبعا هنا هنضرب رو في في الفوليوم ولا نكامل؟ بس للاسف في الميد تيرم ما بتعملوش كده. في الميد تيرم بنلاقي الرو في دي قامت مضروبه في الفوليوم وتقوم قايل لي هو ده الكيو بتاعت الكوره، وكتير منكم بيعمل كده للاسف الشديد يعني. فحضرتك تركز وتشوف الرو في دي رقم ولا اكسبريشن؟ رقم، يبقى اضرب في الفوليوم مفيش مشكله، هي كونستنت. لكن لو كانت اكسبريشن لازم هتكامل علشان دي مش يونيفورم ديستريبيوشن. طيب يبقى كل اللي هنعمله الكيو بتاعت الكوره هي عباره عن تكامل ثلاثي لرو في دي في 2 في اي تو ذا باور نيجاتيف الف ار ار سكوير ساين ثيتا دي ار دي ثيتا دي فاي. الليمتس بتاعتي الار هتبقى من صفر لحد واحد، بس طبعا خلي بالك من اليونتس في 10 اس سالب 3 لان الار ده بالملي. طبعا السيتا تبقى من صفر لباي والفاي من صفر ل 2 باي. طبعا تكامل الساين سيتا دي سيتا سهل، وتكامل الدي فاي برضو سهل، بس هتلاقي عندك تكامل طلو زن تكامل الاي تو ذا باور نيجاتيف الفا ار في ار سكوير ايه؟ ريزل شويه، طبعا كنتوا بتعملوه في الرياضه يعني.
بس تقدر تعمله على الكالكليتر مفيش مشكله خالص. خد التكامل بتاع الارض لوحده على الكالكليتر احسبه واضربه في التكامل بتاع ساين ثيتا واضربه كمان في التكامل بتاع الدي فاي هيطلع معاك الرقم على طول. ايه ده ايه ده ايه الصوت؟ من هنا هتقدر تطلع قيمه الشحنه كيو. ركز معايا. بعد كده عاوزني احسب بقى الدي مره عند ار بيساوي 1 ومره عند ار بيساوي 4. طيب مبدئيا انا عشان احسب الدي لازم استخدم القانون بتاع جاوس اللي بيقول لي انتجريشن دي دوت الدي اس على كلوز سيرفيس يساوي سيجما الكيو انكلوزد. طيب اخد سطح جاوس عباره عن كوره لازم، فانا هاجي هنا كده واقول والله سطح جاوس بالنسبه لي هيبقى عباره عن كوره ولي جنرال راديوس ار. بعد كده بقى خد سطح جاوس مره راديوس بتاعه 1 مللي ومره خده ب 4 مللي وعوض عشان تجيب الدي. بنجيب الدي الاول كجنرال اكسبريشن فانكشن في الراديوس ار، بعد كده بقى نشوف هو عاوز عند راديوس بكام ونعوض عن الار اللي هو عاوزها. طيب مبدئيا سطح جاوس لو اتاخد هنا يبقى الدي في 4 باي ار سكوير المساحه السطحيه بتاعت الكوره هتساوي كل الكيو اللي جوه. مين الكيو اللي جوه؟ قلت لي اللي حضرتك كنت لسه حاسبها من شويه اللي هي سيجما كيو انكلوزد اللي كانت فوق اللي هي دي. من هنا هتقدر تطلع الدي كاكسبريشن هيطلع عباره عن سيجما الكيو انكلوزد اللي انت جبتها مقسوم على 4 باي ار سكوير. بس خلينا نتفق ان جاوس ما بيطلعش دايركشن، جاوس بيطلع قيمه الدي كرقم، دايركشن حضرتك اللي بتجيبه من عندك. طبعا هنا واضح مني شغال على سفير فاتجاه الدي ده هيبقى مين؟ اتجاه الاي ار. عوض بقى مره عن الار بواحد من 1000 وعوض مره عنه باربعه من 1000 علشان تجيب الدي بكام؟ يبقى مره ار يساوي 1 من 1000 ومره ار يساوي 4 من 1000 وكل واحد من دول تقدر تجيب له الدي بكام في اتجاه الاي ار. فدي مساله لذيذه بس لازم تبقى واخد بالك منه زي ما قلت لك، صدقني بتغلطوا فيها كتير جدا. الامتحان بيبقى سهل، الامتحان بيبقى سهل بس للاسف الدرجات فيه بتبقى وحشه جدا جدا. مش الكلام ده مش على مر سنه ولا اتنين، على مر سنين كتير. مش عارف ليه المسائل بتبقى من الشيت كمان، يعني المسائل بتبقى متاخده من الشيت كده ومحطوطه في الامتحان بتاع الميد تيرم بس للاسف الناس برضو ما بتحلش كويس، مش عارف ليه. فانت تاخد بالك من حاجه زي كده لانها بتتكرر، هي كونستنت ولا فانكشن في حاجه. طيب ركز معايا خلاص
خلاص يا جماعه، خلاص يا باشمهندس. بص معايا المساله دي، من المسائل المهمه برضو. بيقول لك انا عندي فيه يونيفورم تشارج ديستريبيوشن على شكل سفيريكال شيل موجوده من 8 ل 10، واداك الروفي برقم كونستانت. انت اول مساله لما يبقى الروفي كونستانت افرح، مفيش تكاملات بقى وجع دماغ وقرف يعني. قال لك ان الروفي من 8 ل 10 وقيمتها ب 80، ال سوير هي بصفر، مش موجوده بس غير من 8 ل 10، يعني اقل من 8 بصفر، اعلى من 10 بصفر. قال لك احسب لي الدي مره عند راديوس ب 4، مره عند راديوس ب 9، ومره عند راديوس ب 20. طيب 4 يعني عاوزني احسب الدي جوه، دي حاجه. 9 يعني عاوزني احسب ما بين ال 8 وال 10. 20 يعني عاوزني احسب بره خالص. طيب حضرتك دلوقتي لو عاوز تحسب عند ال 4، يعني انا هستخدم سطح جاوس بحيث انه يبقى سفير جوه هنا كده. توتال كيو انكلوزد بكام؟ زيرو. حلو جميل. طب من 8 ل 10، هل الكيو انكلوزد من 8 ل 10 لما استخدم سطح جاوس هنا هي الكيو انكلوزد لما استخدم سطح جاوس بره؟ لا، يبقى الدي الاكسبريشن بتاعه هيبقى مختلف. علشان كده انت عندك هنا ديفرنت زونز، عندك شويه اماكن كل مكان مختلف عن الثاني، لان الكيو انكلوزد في كل مكان هتبقى غير الثاني. فعلشان كده في النوعيه دي من المسائل هات الاكسبريشن بتاع الدي في كل الزونز بتاعتك، كل الاماكن هات الاكسبريشن بتاع الدي، وفي الاخر شوف بقى الراديوس اللي هو عاوزه ده في انهي مكان وعوض بيه في الاكسبريشن بتاع الدي المناسب بتاعه. يعني ايه الكلام ده؟ هنيجي رقم واحد كده نشتغل على الراديوس اقل من الثمانيه. اقل من الثمانيه يبقى انتجريشن دي ضغط الدي اس يساوي كام؟ زيرو. يبقى الدي يساوي صفر. بعد كده هشتغل ما بين الثمانيه والعشره، بلاش زن، بلاش زن، ما بين الثمانية والعشرة. فانا هاجي واقوم واخد سطح جاوس في المنطقة دي كده، وزي ما اتفقت معاك سطح جاوس انا باخد الراديوس بتاعه جنرال ار. كمية الكيو اللي موجودة جوه سطح جاوس بكام دلوقتي؟ قلت لي هي الحتة دي بس اللي انا عامله بالاسود ده، دي كده هي كمية التشارج اللي جاوس محيط بيها. قيمتها بكام؟ قلت لي مبدئيا الناحيه الشمال دي في 4 باي ار سكوير يساوي كميه الكيو اللي جوه، هي عباره عن روفي في الفوليوم على طول، ما فيش تكاملات لان الروفي كونستنت. طيب روفي ب 80، الفوليوم بكام؟ يعني المفروض الحجم بتاع الكوره 4 اوفر 3 باي ار كيوب، صح كده؟ 4 على 3 باي ار كيوب. قلت لي جميل، يبقى الحجم ده بكام؟ قلت لي هو حجم الكوره دي كلها صح؟ ناقص البتاع الحمر اللي انا راسمها جوه ديت، يبقى 4 على 3 باي ار كيوب ناقص راديوس الصغير ده اللي هو 0.008 كيوب. من هنا تقدر تجيب اكسبريشن للدي، سيبه زي ما هو كده وبعوض في الاخر. رقم 3، لو كان الار اكبر من العشرة في الحالة دي يبقى انا هاخد سطح جاوس بره خالص وهيبقى ليه راديوس ار برضو، يبقى دي في 4 باي ار سكوير يساوي في الحاله دي بقى جاوس محيط بكل الشحنه صح؟ يبقى رو في اللي هي ب 80 في 4 على 3 راديوس الكبير اللي هو ب 10 ناقص الراديوس الصغير اللي هو 8، يبقى 0.01 كيوب ناقص 0.008 كيو. لحد كده انت تقريبا خلصت المساله. الراجل بقى قال لي الدي عند 4 بكام؟ اقدر اقول له دلوقتي الدي عند 4 يساوي 0، الدي عند راديوس ب 9 هيساوي، يبقى انا هاجي هنا واعوض عن الار ب 9 من 1000، واعوض عن الار ب 9 من 1000. من هنا تقدر تجيب مين؟ اقدر اجيب الدي. يبقى نعوض في الاكسبريشن ده، نسميه ده دي 2 ونسمي ده دي 1 ونسمي ده دي 3، يبقى ده دي 1 وده دي 2 عند 9 تقدر تحسبه. واخر حاجه دي 3 هيبقى عند 20 برضو تقدر تحسبه. ده ببساطه شديده فكره المساله دي. تعال نشوف فكره ثانيه.
نعم قول سامعك. هو لو عايز الار اقل من الواحد، ار اقل من الواحد، يبقى انت في الحاله ديت هتاخد سطح جاوس هنا كده وتجيب الكيو وزن المساحه بتاعه الجاوس دي بس. لا مش هقعد بالواحد خلاص، لان انت عايز الكيو اللي جوه جاوس بس. ليه عوضت ايه؟ ليه عوضت عن الار يعني؟ واحد من طيب انت دلوقتي جاوس هو السيرفس ده صح كده؟ فين الكيو اللي هو بيحتويها؟ دي. هل في هنا كيو؟ مفيش. رو في هنا بصفر. فكميه الكيو دي عباره عن ايه؟ عباره عن حجم الكوره دي كلها ناقص حجم الكوره دي. يبقى 4 على 3 باي في الراديوس ده طبعا في 10 سالب 3 كيو ناقص 2. ركز معايا بقى. قبل ما نكمل في بقيه المسائل ناخد كده حاجه اسمها الدايفرجن ثيرم علشان هنلاقيها جزء في المسائل بتاعتنا. خلاص يا جماعه خلاص. ايه الدايفرجن ثيرم ديت؟ دلوقتي لو انا عندي حجم، لو انا عندي حجم والحجم ده كان ليه تشارج كيو، الحجم ده كله في الاخر بيخرج منه توتال نمبر اوف فلكس لاين صح كده؟ قلت لي تمام. لو خدنا التوتال نمبر اوف فلكس لاينز دوت وقسمناه على الفوليوم هيديني النمبر اوف فلكس لاينز بير يونت فوليوم صح كده؟ طيب النمبر اوف فلكس لاينز بير يونت فوليوم، احنا قلنا ان النمبر اوف فلكس لاينز هو عباره عن الكيو صح كده؟ فعشان كده قال لك النمبر اوف فلكس لاينز بير يونت فوليوم هو الرو في. يبقى لو انا عندي حجم خارج مني توتال نمبر اوف فلكس لاينز ب 1000 والحجم كان ب 10 متر كيوب مثلا، يبقى 1000 على 10 متر كيوب اداك المتر مكعب الواحد بيخرج منه 100 خط. قال لك خلاص يبقى الرو في ب 100 كولوم بير متر كيوب. رو في هي عباره عن النمبر اوف فلكس لاينز بير يونت فوليوم. طيب خلاص ماشي مفيش مشكله. نقدر نحسب ازاي بقى النمبر اوف فلكس لاينز دوت بير يونت فوليوم؟ نحسبه ازاي؟ قال لك والله نحسبه عن طريق عمليه رياضيه بنسميها الدف. اعتقد خطوها في الماس. اه تمام. دف اي فيكتور، دف اي فيكتور هو عباره عن حاجه من الثلاثه بس. في اوبريتور كده اسمه النبله عندنا بنعمل له دوت برودكت مع الفيكتور ده. النبله ده هو ديفرنشيشن بس على حسب انت شغال كارتيزيان ولا سلندريكال ولا سفيريكال بتابلاي عليه بالكلام ده. مبدئيا انت لو انت شغال كارتيزيان مش مطالب انك تسال عن الاكسبريشن ده في الامتحان. الاكسبريشن بتاع الكارتيزيان بما انه سهل مش لازم يدهولك في الامتحان. لو انا بعمل الديف بتاع اي فيكتور ايه في الكارتيزيان هاخد الكومبوننت بتاعت الفيكتور ايه في اتجاه الاكس فاضلها بالنسبه للاكس، زائد الكومبوننت بتاعت الفيكتور ايه في اتجاه الواي فاضلها بالنسبه للواي، وهكذا الكومبوننت بتاعت الزد فاضلها بالنسبه للزد، وكله يتجمع لانك شغال دوت برودكت. لو انت شغال سلندريكال او شغال سفيريكال لا انت ما تحفظش دول، هم هيبقوا جيفن بالنسبه لنا بالنسبه للسلندريكال او السفيريكال دول جيفن، لكن ده لازم حضرتك تبقى عارفه. يبقى تاني لو انا عندي حجم، الحجم ده خارج منه توتال نمبر اوف فلكس لاينز، قال لك عدد النمبر او عدد الفلكس لاينز بير يونت فوليوم هو عباره عن التشارج بير يونت فوليوم، لان النمبر اوف فلكس لاينز هو انديكيشن او هو كميه الشحنه بتاعت الفوليوم دوت. فيبقى النمبر اوف فلكس لاينز بير يونت فوليوم هو الرو في، هو الفوليوم تشارج دينستي بتاعتنا. ازاي نقدر نحسب كميه الفلكس اللي خارجه بير يونت فوليوم؟ قال لك هناخد الفيكتور دي الفلكس دينستي ده اللي هو كان بير متر سكوير ونعمل له ديف. فالناس بتوع الرياضه قال والله لو عملت الديف للفيكتور دي ده هيبقى هو عباره عن عدد خطوط المجال الكهربي اللي هتخرج من الواحد متر مكعب. علشان كده قدرنا نقول ان ديفل دي ديفل دي بس هو عباره عن الفوليوم تشارج دينستي بتاعتنا رو في. زي ما قلت لك كارتيزيان انت مش مطالب تسال اكسبريشن بتاعها ايه في الامتحان لازم تبقى عارفه، لكن دول لا لازم هيبقوا جيفن ومن حقك انك انهم يبقوا معاك يعني. تعال نبص على المساله دي كده. بيقول انا عندي اتنين اكسبريشن للدي. مره الدي الاكسبريشن بتاعه ده لما يكون الراديوس بتاعي اقل من 8 من 100 متر،
مره الدي بالاكسبريشن بتاعه ده لما يكون الار اعلى من 8 من 100 متر. عاوزك تحسب لي ثلاث حاجات، ركز معايا عشان المساله دي فيها فكره في المطلوب الثالث. عاوزك تحسب لي ثلاث حاجات، مره الرو في تبقى بكام لما الراديوس 0.06 متر، مره الرو في بكام لما الراديوس 0.1 متر، مره الثالثه بقى بيقول لك انا احط رو اس بكام عند الراديوس 8 من 100، احط سطح كوره التشارج دينستي بتاعت السيرفيس بكام بحيث ان الدي يبقى بصفر عند 8 من 100 متر. سيبك من المطلوب الثالث دلوقتي، تعالى كده ناخدها مطلوب مطلوب. بالنسبه للمطلوب الاولاني علشان احسب الرو في، قلت لي والله انت لسه قايل لي ان الرو في بنحسبها عن طريق ديفل دي، قلت لك تمام. هتعمل انهي دي او هتعمل ديفل انهي دي، الاولاني ولا الثاني؟ تقول لي على حسب انت عاوز عند ريديوس بكام. انا عاوز عند ريديوس بكام؟ 6 من 100. يبقى انا في انهي ريجن؟ في الريجن الاولانيه. يبقى هاخد الراجل ده واعمل له ديف. احنا شغالين سفيريكال، يبقى انا هشتغل على الاكسبريشن الاخير. هاخد انهي كومبوننت في الاكسبريشن الاخير؟ اول واحده بس. اشمعنى اول واحده؟ لان الدي في انهي اتجاه؟ في اتجاه الاي ار. يبقى انا هاخد الكومبوننت دي بس، لان مفيش في اتجاه السيتا ومفيش في اتجاه الفاي. يبقى انا هاخد دي بس. يبقى رقم واحد نعم قال ان هي طيب بص، طالما ما قالكش، طالما ما قالكش والار سمول تبقى سفيريك، لكن لو في رو لا لا انا بقول لك اهو، لو طالما ما قالكش، ما قالكش هي سلندريكال ولا سفيريكال والار سمول اللي هي الار بتاعتنا العاديه دي، يبقى سفيريكال خلاص. الا بقى لو قال لك في في المساله انها سلندريكال والار سمول، خلاص هي سلندريكال خلاص، ما ذكرش هي سفيريكال على طول. طيب ركز معايا خلاص. يبقى انا دلوقتي هعمل دف للدي، وطبعا هاخد الاكسبريشن الاولاني. يبقى انا هاخد دوت واطبق عليه زي ما هو كده، يبقى واحد على ار سكوير في بارشال باي بارشال ار، ار سكوير في 5 ار سكوير. الكلام ده هيساوي واحد على ار سكوير بارشال باي بارشال ار ل 5 ار اس 4، يعني هيبقى 1 على ار سكوير في 20 ار كيوب، يعني هيطلع معاك 20 ار. خلاص كده انت قدرت تجيب اكسبريشن للرو في لكل الراديوس او لاي راديوس اقل من 8 من 100 متر. حضرتك بقى شوف انت عاوز تعوض عن الار بكام، من هنا هتجيب الرو في عند الراديوس اللي انت هتعوض عنده. يبقى في الاخر رو في عند 6 من 100 هيبقى عباره عن 20 في 6 من 100 هيطلع 1.2 ملي كولوم بير متر كيوب. بلاش زن كده، انت قدرت تجيب الرو في عند الراديوس اللي هو عاوزه الاولاني. عايزين نجيب بقى الرو في عند الراديوس الثاني اللي هو كان 1 من 10 متر. قلت لي 1 من 10 متر، يبقى انت كده بتتكلم في الديل تاني بقى، الاكسبريشن بتاع الديل تاني. يبقى مطلوب رقم 2 رو في هتبقى ديفل دي برضو، بس هتبقى 1 على ار سكوير بارشال باي بارشال ار لار سكوير في 0.205 على ار سكوير. طبعا واضح واضح ان دي هتطير مع دي، تفاضل كونستنت هيطلع بزيرو. فعشان كده مفيش رو في عند راديوس بواحد من 10 متر. طبعا واضح اصلا، واضح اصلا ان اي راديوس اعلى من 8 من 100 الرو في بتاعته بصفر، صح؟ مفيش اي شحنات فوق ال 8 من 100. ليه؟ لانك عشان تجيب قيمه الرو في بعد ال 8 من 100 هتشتغل على الدي ده، صح؟ وعشان تجيب الرو في من الدي ده هتطلع بكام؟ هتطلع بزيرو. يبقى علشان كده نقدر اقول لك في الاخر خالص ان الرو في بتاعتنا تساوي ال 20 ار لكل راديوس اقل من او يساوي 8 من 100 وبتساوي صفر ال سوير. قيمتها 20 ار عند اي راديوس اقل من 8 من 100، لكن هي بصفر عند اي راديوس اعلى من 8 من 100. يعني من الاخر حضرتك عندك كوره، كوره دي كوره مصمطه ليها رو في ب 20 ار، بره مفيش رو في خالص،
والريديوس بتاعتها هي 8 من 100. صح؟ قلت لي تمام. كده احنا فاهمين المسألة وماشيين كويس. تعالى بقى نبص على آخر مطلوب. بيقول لي نحط رو اس بكام؟ نحط كورة أو نغلف الكورة دي بكورة الرو اس بتاعتها هتبقى بكام؟ بحيث إن الـ دي يبقى بصفر عند 0.08. عاوزني أغلف الكورة ديت بكورة تانية الرو اس بتاعتها هتبقى بكام؟ بحيث إن الـ دي يبقى بصفر عند 0.08. يعني أنا عاوز أعمل كورة هنا كده رو اس تبقى بكام بحيث ان الدي يبقى بزيرو. نعمل ايه؟ في ايه؟ في قانون ليه؟ طيب هو مبدئيا الراجل بيقول لي الدي بصفر، واحنا عارفين ان انا ما عنديش على فكره غير قانون واحد بعوض فيه اللي هو انتجريشن دي دوت الدي اس يساوي سيجما كيو كلوز. انا ما عنديش غيره، هو القانون ده والقانون التاني بتاع الدف، بس انا خلاص مش هستخدم ده. يبقى انا دلوقتي بما ان الدي بصفر معنى كده ان سيجما الكيو انكلوزد بكام؟ بزيرو. حد معترض على دي؟ بما ان الدي بصفر عند الراديوس 0.08 يبقى انا لو جيت خدت سطح جاوس هنا كده عند 0.08، بطلوا زن يا جماعه، لو جيت خدت سطح جاوس عند راديوس 0.08 لازم يحتوي توتال تشارجز بكام؟ بصفر. حد معترض؟ قلت لي ما حدش معترض. تعرف تجيب لي بقى السيجما كيو انكلوز دي بكام؟ قلت لي مش حضرتك معاك الرو في بتاعت الكوره ديت؟ معاك صح؟ تقدر تجيب التوتال تشارج بتاعتها؟ هنكامل علشان ده 20 ار، ويبقى التشارج ويبقى التشارج اللي حضرتك هتحطها دي لازم تبقى مختلفه معاها في الاشاره. هنعمل الكلام ده ازاي؟ بص معايا كده. اول حاجه هنجيبها هيبقى تريبل انتجريشن لرو في دي في زائد تريبل انتجريشن لرو في دي في زائد التشارج اللي حضرتك هتحطها اللي هي الكره اللي انت غلفت بيها اللي هي رو اس مضروبه في 4 باي 0.08 سكوير. لا ما انت مش هتجيبها كاكسبريشن لان انت دلوقتي التوتال تشارج كيو دي مش هتطلع برقم، يبقى الرو اس ازاي تطلع اكسبريشن؟ طيب يبقى انا دلوقتي دي خلاص يا جماعه بقى بطلوا زن عشان زهقت، الزن ده بيزهقني كتير. الرو اس ضربتها في الاريا بتاعت الكوره اللي هي 4 باي ار سكوير، ودي هي الشحنه بتاعه السفير بتاعتك اللي ليها رو في ب 20 ار. يبقى كل اللي هعمله هيبقى عندي هنا تريبل انتجريشن ل 20 ار مضروبه في ار سكوير ساين ثيتا دي ار دي ثيتا دي فاي زائد رو اس في 4 باي 0.08 سكوير. الكلام ده لازم يساوي صفر في الاخر. تكامل بقى الار بتاعك من صفر لحد 0.08، الثيتا من صفر الباي والفاي من صفر ل 2 باي. طبعا هيطلع معاك ده برقم، دي الناحيه الثانيه اقسم على الرقم ده تقدر تطلع الرو اس، وطبعا هتطلع ليها اشاره سالبه. مش الدي بيقول لي ان هو بصفر؟ طيب مش احنا عندنا انتجريشن دي دوت الدي اس يساوي سيجما الكيو انكلوزد؟ بما ان الراجل ده بصفر يبقى دي لازم تكون بصفر. فانا خدت كل الشحنه اللي جوه سطح جاوس، لو انا خدت سطح جاوس عند 0.08 وهساويها بالصفر. دلوقتي انا عشان احسب الدي عند الراديوس ده هاخد سطح جاوس عند الراديوس ده. سطح جاوس اللي عند الراديوس ده محتوي كام شحنه؟ شحنه الكوره والسطح اللي انا حاطه، الكوره السطحيه اللي انا حاططها عند الراديوس 0.08. تمام كده؟ بما ان الراجل ده بصفر فكل الشحنه اللي جوه جاوز دلوقتي بصفر. يبقى انا جمعت كل الشحنه اللي جوه جاوز.
اللي هي عباره عن شحنه الكوره اللي انا حطيتها رو اس في الاريا. ايه حلو ليه جت كده يعني؟ مين الشحنات اللي جوه سطح جاوس؟ حلو جميل. بالنسبه للكوره ليها رو في ب 20 ار صح؟ يبقى انا لازم اجيب التوتال تشارج بتاعتها ازاي؟ رو في دي في، علشان الرو في مش كونستنت وهي سفيريك. الكوره بقى اللي انا حطيتها ديت مش دي ليها رو اس؟ يبقى الشحنه بتاعتها بكام؟ رو اس في الاريا. الاريا بتاعت الكوره بكام؟ 4 باي ار سكوير. بما ان الكوره اللي انا حاططها دي حاططها عند ريديوس 8 من 100 يبقى الاريا بتاعتها 4 باي في 8 من 100 سكوير. اني واحد؟ مش الديب صفر؟ بما ان الديب صفر يبقى سيجما كيو انكلوزد بصفر. يبقى سطح جاوس اللي انت واخده عند ريديوس 8 من 100 كل الشحنات اللي جواه بصفر. يا باشمهندس بص قدامك كده وبطل كلام. بما ان الديب صفر من قانون جاوس يبقى سيجما الكيو انكلوزد اللي جوه سطح جاوس اللي انا هاخده بصفر. هاخد سطح جاوس فين؟ هاخده عند ريديوس 8 من 100 لان هو قال لي الدي عند 8 من 100 بزيرو. يبقى كل الكيو اللي جوه سطح جاوس ده لازم تكون بزيرو. مين الكيوهات بقى اللي جوه سطح جاوس؟ الكوره والسطح اللي انا حاطه اللي هو الكوره اللي مغلفه الكوره ديت. صح كده؟ فدي هتبقى تكامل عشان الرو في مش كونستنت والثانيه رو اس في الاريا والريديوس بتاعها 8 من 100. تعالوا ناخد مساله على الدايفرجنس ركز معايا. خلاص يا جماعه خلاص. ممكن يجي في نوعيه من المسائل بس بقى ويقول لك فيريفاي الدايفرجن ثيوري. خلاص يجي يقول لك حقق لي الدايفرجن ثيوري. عايزين نتاكد انها صح. عايزين نتاكد ان الدايفرجن ثيوري دي نظريه صحيحه مفيش فيها اخطاء. طبعا اللي عمل القانون بتاع الدايفرجنس ده كان ماكسويل. دي ماكسويلز فيرست ايكويشن فدي كانت اول ايكويشن لماكسويل. المهم فعلشان نحقق الدايفرجن ثيوري اللي هي صح اصلا طبعا هنبدا بقانون جاوس اللي هو انتجريشن دي دوت الدي اس بيساوي سيجما الكيو انكلوزد. حضرتك اتفقت معايا وانت بتكلمني على دايفرجنس احنا بنتكلم على فوليوم صح؟ قلت لي تمام. سيجما الكيو انكلوزد ديت لو انت بتتكلم على فوليوم هتبقى عباره عن تكامل ثلاثي صح كده؟ لرو في دي في. بما انك بتتكلم على فوليوم يبقى الكيو هي تكامل رو في دي في. طب ما حضرتك من شويه لسه قايل ان الرو في هي ديفل دي. يبقى في الاخر خالص علشان نحقق الدايفرجن ثيرم وتطلع صح احنا بنقدر نحسب الليفت هاند سايد ده اللي هو انتجريشن دي دوت الدي اس. بنعرف نحسبه ومتاكدين منه ان هو صح. لازم يساوي الرايت هاند سايد اللي هو هيبقى عباره عن ديفل دي دي في. لازم حضرتك لما يجي يقول لك فيريفاي الدايفرجن ثيرم تحسب الليفت هاند سايد ده ولازم يساوي الرايت هاند سايد ده علشان تبقى الدايفرجن ثيرم متحققه ومظبوطه. فتعال نشوف كده مساله على الدايفرجن ثيرم الفيريفيكيشن ده. ايه؟ ليه يا عم دي سهله جدا. نعم دكتور رامز
طيب ركز معايا بقى كده اخر مساله بس خلاص. بيقول لك الاكسبريشن بتاع الدي هو 3 ار سكوير في اتجاه الاي ار. فيريفاي خلاص يا جماعه، فيريفاي الدايفيرجن ثيرم على الفوليوم اللي موجود ما بين اتنين سفيريكال شيلز، واحده الراديوس بتاعها بواحد والتانيه الراديوس بتاعها باتنين. يعني هو ده الفوليوم اللي حضرتك هتشتغل عليه. فيريفاي بقى الدايفيرجن ثيرم ويزن الفوليوم ده. من الاخر الراجل ناحيه الشمال ده هو سيجما الكيو انكلوزد، والراجل ناحيه اليمين ده هو سيجما الكيو انكلوزد، صح كده؟ ده هو سيجما الكيو انكلوزد، وده اللي هو ده هو سيجما الكيو انكلوزد. يعني حضرتك تحسب لي الكيو اللي ما بين 1 و2، كميه الكيو اللي موجوده هنا ديت لازم تطلع بالليفت هاند سايد 50 كولوم مثلا، ولازم تطلع برده بالرايت هاند سايد 50 كولوم. كميه التشارج في الفوليوم ده بالليفت هاند سايد لازم تكون قد الرايت هاند سايد. تعال نشتغل الاول على الليفت هاند سايد ونشوف هيعمل معانا ايه. ليفت هاند سايد تكامل دي دوت الدي اس. بس مبدئيا الدي في اتجاه الاي ار، احنا شغالين سفيريكال طبعا، الدي في اتجاه الاي ار، يبقى انا هاخد الدي اس اللي في نفس اتجاه الاي ار برضو. دي اس طبعا في السفيريكال ليها ثلاثة كومبوننتس مش حفظ طبعا، وانت عارف ان هم مش حفظ. تاخدها من الفورمولا شيت الكومبوننت اللي في اتجاه الاي ار وتضرب الاثنين في بعض، فهيبقى عندك 3 ار سكوير ار ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي. اعتقد ار والار سكوير ار سكوير اعتقد يعني. طيب بالنسبه للتكامل خلاص يا جماعه، هكامل الثيتا من صفر لحد باي والفاي من صفر ل 2 باي. قلت لي مفيش مشكله، ساين ثيتا دي ثيتا هتتكامل، هتطلع في الاخر تكامل الساين سالب كوزاين وعاد من صفر لباي تطلع ب 2، وبالنسبه للدي فاي برضو هتطلع معايا ب 2 باي، يعني 4 باي في 3 يطلع 12 باي في ار اس 4. انهي ار؟ ار بواحد ولا ار باتنين؟ ما انا ما ينفعش اجيب الليفت هاند سايد فانكشن في الراديوس، لان في الاخر انا عاوز اجيب كميه الكيو اللي ما بين الواحد والاثنين، وكميه الكيو ما بين الواحد والاثنين مش فانكشن في الراديوس. هي بكام كميه الكيو؟ 1 كولوم 2 كولوم 3 4 5 لحد هنا 20. ما ينفعش اجيبها فانكشن في الار. 2 ناقص 1. ليه 2 ناقص 1؟ حد مقتنع انها 2 ناقص 1 ولا؟ كلكم متفقين يعني؟ يبقى 12 باي 2 اس 4 ناقص 1 اس 4. كده انت قدرت تحسب كمية التشارج اللي موجودة ما بين radius 1 و 2 بالليفت هاند سايد. طب ما تيجي كده نحسبها بالرايت هاند سايد. قلت لي والله الرايت هاند سايد هيبقى تريبل انتجريشن لديفل دي دي في. يبقى أول حاجة لازم نجيب ديفل دي. قلت لي هيبقى عبارة عن 1 على ار سكوير بارشال باي بارشال ار لار سكوير في 3 ار سكوير. 3 ار اس 4 يبقى 12 ار، 12 ار في الاخر. يبقى اذا الرايت هاند سايد هيبقى تكامل ثلاثي على 12 ار ار سكوير ساين ثيتا دي ار دي ثيتا دي فاي. بالنسبه للليمت من 1 لحد 2 من 0 لباي من 0 ل 2 باي تقدر تعوض، هيطلع معاك الرقم يمين وشمال هيطلع 565 ونص. وبالتالي انت كده قدرت تحقق الدايفيرجن
ثيري. واضح يا جماعه ان الرايت هاند سايد ده حساباته اسهل من الليفت هاند سايد. الراجل ده ما فيهوش تفكير، انت بتخش على عمليه رياضيه تعمل ديفلل دي يطلع برقم، خش في تكامل ثلاثي حط الليميتس جبت الرايت هاند سايد بمنتهى السهوله. لكن الراجل ده بتبقى محتاج انك تفكر فيه شويه، لانه طلع فانكشن في الراديوس، انهي راديوس؟ واحد ولا اتنين؟ فكان لازم اطرح اتنين من واحد، لان لو حسبت عند اتنين يبقى انا كده جبت كل الشحنه وزن اتنين، كل ده اطرح منه بقى الشحنه بتاعه واحد، كل الشحنه اللي اقل من واحد عشان اشيل ده منه، لان انا عاوز بس من واحد لاتنين. وبالتالي انت هنا فكرت شويه لكن هنا ما شغلتش دماغك اصلا، فعشان كده الرايت هاند سايد بيبقى اسهل بكتير.